اهلا بيكم في فيديو جديد معاكم اسامة سامي. وفي الفيديو ده اعرفك طريقة اخفاء اخر ظهور في تليجرام واخفاء متصل الان، يعني مفيش حد هيعرف انك فاتح تليجرام، وكمان مش هيعرف اخر مرة كنت فاتح فيها امتى. فعلشان تعرف الطريقة تابع معايا الشرح للنهاية واعمل لايك للفيديو. والاخفاء اخر ظهور ومتصل الان في تليجرام، بتفتح تليجرام بعد كده بتدوس على الثلاث شرطات اللي تحت بعض على الشمال، بعد كده بتختار الاعدادات، بعد كده بتختار الخصوصية والامان، بتلاقي عندك في خانة الخصوصية موجود اخر ظهور ومتصل، فبتختار الاختيار ده. بعد كده بتظهر لك الصفحة دي وموجود فيها زي ما انت شايف كده من يمكنهم رؤية اخر ظهور لي، زي ما انت شايف كده متفعلة عندي على الجميع. طبعا انا خليها على لا احد، بحيث ان انا مش عايز اي حد خالص يشوف اذا كنت متصل او اخر مرة كنت فاتح فيها امتى. طبعا انت ممكن تعملها على جهات اتصالي، ومعنى كده ان انت الناس اللي انت مسجلها بس هي اللي هيظهر لها ان انت متصل او كنت اخر مرة فاتح فيها امتى، بس انا عاملها على لا احد، انا مش عايز حد يشوف خالص. بعد كده بدوس على علامة الصح دي، بعد كده بدوس حسنا، وبكده انا حفظت الاعدادات بتاعتي ومحدش يعرف اخر مرة كنت فاتح فيها امتى. وبس كده، دي كانت طريقة اخفاء الظهور في التليجرام واخفاء متصل الان. لو عندك اي مشكلة او اي حاجة عايزنا نشرحها اكتبها لي تحت في التعليقات. مع السلامة.